الزحمه والفرح بصراحه بيني وبينك انا ما بحبش جو الافراح خالص، هو اللي اصر على الفرح. انت هاديه خالص. ما كنتش عايزه فرح خالص، كنت عارفه انه هيحصل الزحمه دي وما شاء الله اهله، بصي 7000 واحد في القاعه غير الناس بقى غير صحابي. بس يا جماعه تحمدي ربنا ان اللي اتجوز وعمل فرح يحمد ربنا، دلوقتي الناس مش هتعمل افراح لشهور قدام عشان الكورونا. احسن يا ريتني اتجوزت هي، في كانت فين الكورونا دي زمان. حظي بقى. انت عارفه كل الافراح والعزيان اتلغت خلاص يعني مؤقتا طبعا عشان انا متضامنه طبعا مع القرار ده طبعا يعني، بس ما كانش للاسف وقتها فكنت مضطره اعمل فرح. ايوه بس برضو في النهايه هتبقى ذكرى جميله لينا ولولادنا وكده. انت اول مره تحكي الكلام ده عن محمد عن قصه ارتباطكم وكل المشاعر الحلوه دي؟ اول مره هي اول مره.